البصل المكرمل ترى يحتاج وقت مره 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 طويل، يعني تقريبا شايف قديه هو بصل وسهل، ترى ياخذ ساعه تقريبا من 45 دقيقه لساعه عشان يتكرمل. ولو لاحظتوا النار على اهدى نار، وفي طريقه عشان تعجلوا من طبخ البصل المكرمل، تغطون عليه باي غطاء عندكم عشان يتعرق وينزل المويه عليه ويتكرمل بشكل اسرع. بس احنا نخليه على مهله، لان ورانا اشياء كثيره نسويها. صح صح. طيب خليني اشيل كل شيء. وطبعا الدجاج ما ياخذ وقت في الطبخ، تقريبا 10 دقائق، فبخليه اخر شيء. تمام. طيب شيء مهم كمان، البصل المكرمل خلنا نحط عليه ملح. وفلفل اسود. وتقدروا تضيفون اعشاب تحبونها، يعني تقدروا تحطون اكليل الجبل، تقدروا تحطون التايم اللي هو زعتر البري، يضيف نكهة حلوة للبصل المكرمل.